اول مره بالكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لا ترى ما عندنا ام حسين طلعت التيشيرت والله انا اشبع فيه. طبعا شكرا لقناة المربد. أنا الطالب حسين عادل علي من سكنة ميسان قلعة الصالح، أدرس بمدرسة ثانوية قلعة الصالح للبنين. حصلت على طبعا من الأوائل على المحافظة، معدلي 100.14 مع الإضافة، والحمد لله حصلت المعدل اللي أطمح له. فترة السادس كانت فترة كلش صعبة، لأن أنا تعرف مريت بثالث متوسط ورابع متوسط بدون دراسة، وإحنا بالريف وما تعرف الخصوص شوية إذا تدخل لبعيد وهاي، وهم ما تقدر تدخل خصوص راد لمصاريف وهاي المعاناة. طبعا إذا اليوم مثلا باكر عندنا دوام وإذا صادف مطر ما نمشي، لو تمشي إذا عندك امتحان تروح حافي بالطين وتعرف أنت شفت الشارع معنا من جهة طسات وهاي. نعم أنا الطالب علي عادل علي من محافظة ميسان قضاء قلعة الصالح، وأدرس مدرسة ثانوية قلعة الصالح للبنين. أنا كانت تحصيل دراسي معدل 99، حصلت معدل هذا بجهود والدي وجهود كادر تدريسي اللي هم مساعدونا وتعبوا علينا هواي. أنا أصلا ما داخل لا خصوص ولا هاي، يعني فقط معتمد عليهم وعلى الله والإنترنت هاي هي. بعد ذلك بس أنا معاناتي هواي صارت وي دراسة، يعني معاناتي جو حار، يعني لا تبريد مثلا لا شيء لا في شيء معين، كله على بنكة وحارة ومسافتنا بعيدة عن المدرسة كلش. يعني مرات اذا بالمطر نتعذى كلش ما نروح، مرات نروح نتحفى ونمشي اذا عندنا امتحان او شيء معين ضروري نروح، ولان المسافه كلش طويله، مدرستنا تبع 17 كيلو عن بيتنا، شي وصلنا شي رجعنا ما ادري. انا افتخر بولدي الطلاب هذا جابوا نتيجه عاليه، بس هم تعبانين جابوها من ذاك اليوم لهذا اليوم تعبانين. شوف بيتنا هذا شوف قصب ها، وبلوك مهدم علينا والعقارب ها والحياط علينا، من تطفى الكهرباء يفتلون بلو ها، يجيب لايت يشتغل ويعاين بالضوء على المات اللي هيته، والحمد لله والشكر هسه هم تعبانين. والله هذول الطلاب تعبوا حيل، يعني هم صغيرونين جابوها بالطين وبالبهذله هاي، شوف يجون يعني بالليل يجي بالمدرسه مطين ينام بطينه حتى ما يغسل بيه ماكو زين. الثاني هسه هم اذا راح داوم اريد نقول هم الحمد لله والشكر يعني راح يطلعون جزء اطباء او دكاتره، بس يريد له شيء فدي يعيش به هناك. فابوه هاي حالته تعبانه شفتوه بعيونكم، راتبه 272,000 وعنده تسع نفرات غير هذول الاثنين، تسعه غير هذول وزوجته، زي شو راح يعيشون به؟ فاحنا نترجى من سياده المحافظ من سيد الوزراء يسوي لهم سكن، يسوي لهم فد معيشه يعيشون بها، راتب فد بعد شوي جزوي يعيشون به، هاي نطالب منه. ثاني اذا ما سوى لهم فد شيء هذا يبطلون. اجي من مره لا الحمد لله.